يقول لنا فين الحلول جينا وقفنا مع الاخوان ديالنا على قبل الطريق ديال الشليحات، الطريق اللي هي الصراحه خجوله، يعني نقولوا خجوله بلا ما نقولوا بان ما طريق ما حتى شي حاجه. اليوم السائقين عياو من الطريق بعد ما السيارات ديالهم اصبحت متهالكه، يعني السيارات ما عندهمش الشعام اصبحوا متهالكه. هاد الناس المسؤولين ديال المنطقه مده ديال 4 سنين دابا او 5 سنوات، حنا تراسلوهم وبغينا نمشيو بطريقه يعني قانونيه، لكن هاد الناس الميزانيات يخرجوا وهما ما تيخدموش، علاش ما فهمتش؟ الا كان هاد الناس هادو تعلقوا السماعه ديالهم، كل مسؤول تعلق السماعه ديالو على مسؤول اخر، اليوم حنا تنقولوا لهم كفى كفى من الفساد الاداري. حنا كنعانيو من الطريقه هذه اللي هي كارثيه، اللي الطريق هي ما كدوش، طريق جمع حفاري بزاف، وحنا عندنا الاشكال اللي عندنا هو خصهم يصايبوا لنا الطريق هذه باش كنخدموا بواحد الراحه التامه. حنا دابا كنلقاو الناس واقفين كيتسناو ترونسبور، المشكل اللي عندنا حنا هو الطريق، الطريق هو اللي عندنا فيه الاشكال، ما عندناش الاشكال حنا مع الكليان ديال الشليحات ولا حتى شي حاجه. عندنا المشكل اللي كنعانيو منه هو الطريق هذه خصها تصايب لينا، وكنتمناو من المسؤولين يشوفوا من حالنا ويشوفوا من الطريق هذه، حنا راه كنعانيو منها بزاف. وكما كتشوفوا دابا سيارات الاجره كامله دابا راه كلها خارجه جديده، وما يمكنش لواحد انه ياخذ الطوموبيل ديالو يستعملها في الطريق هذه اللي هي كارثيه. اللي الطريق دابا وكل الاغلبيه ديال الدراري باقي عندهم طوموبيلات جداد، مشاو للكارداش، مشاو للبناواش، مشاو كل شيء. ودابا الا طلعتي لفوق غادي تلقى الساكنه واقفه كتسنى في الطاكسي، حنا راه ما عندنا ما نديرو للساكنه، حنا عندنا الاشكال مع الطريق خصهم يصايبوها لنا. وديك الساعه الساكنه ما غاديش تبقى تسنى ترونسبور. ودابا حنا راه داروا لنا واحد الترقيعه عليه هي التراب الحمري، هزوا التراب من هنا الله اعلم من هاد الفلاحه هادي وحطوه لينا تما، ومني غتصب عاوتاني الشتا غادي تعاود تعري يرجعوا الحفار كيفاش كانوا. كنخدم في هاد الطريق هادي يعني كارثيه، الطريق هادي كارثيه بمعنى الكلمه. والمسؤولين ديال ولاد عزوز والدار بوعزه يعني هضروا مع المسؤولين اللي مكلفين بهاد الجماعه هادي ديال ولاد عزوز، ولكن ما كاينش معامن الصراحه، ما كاينش معامن نقولوها بهاد الاسلوب هذا، ما كاينش معامن يعني. هضروا معاهم التجاوا لواحد الطريقه ديال الترقيعيه، الطريقه ديال الترقيعيه جايبين شي كياس كيصابوا فيه. يعني حنا من هذا المنبر هذا كنحاولوا نوصلوا الكلمه ديالنا للمسؤولين. حنا السائقين المهنيين ما بغينا والو، حنا ما بغينا حتى حاجه، بغينا غير الطريق ديالنا، الطريق ديالنا نخدموا فيها تكون مزيانه، لان حتى السيارات هي من التحت ديالها راه كامل كيتضرر، كامل راه اللي شاب الموتوسورات راه كلشي كيضيع.